بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أسرة كشكول. بس ما وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتوني صبايا، وحشتنا القناة، وحشتنا أيام راحة البال اللي ما عدنا عرفناها بصراحة بعد مصابنا في أهلنا وأخوتنا في غزة. صراحة صبايا يعني العالم قبل غزة ليس كما بعدها. أنا بالنسبة إلي فقدت الشغف جدا، لقيت كل شيء بقى يتضاءل، ما بقى له قيمة بعد ما شفنا من الأمور التي تخص إخواننا هناك. نسأل الله لهم الفرج والعز والتمكين إن شاء الله. اليوم صبايا حبيت أرجع لكم، يعني أولا نثرثر بالبداية شوية، فما بتحب الثرثرة تمشي الفيديو. يعني غبت عنكم ما قلت لكم لسببين. يعني السبب الاول هو فقدان الشغف الصراحة، ثم لقيت انه ما عاد في شيء نعمله. عملنا كل شيء على القنوات، تقريبا كل القنوات بقى فيها كل ما تحتاجه سيدة البيت او اللي بدها تشتغل هاند ميد. يعني ما بتلاقي عندي مؤكد، بتلاقي عند غيري واحسن مني بكتير. بس اليوم صراحة تلكيكة صبايا، مشان ارجع بس احكي معكم ونرجع هيك للقناة، ولو حتى بنسميه ترويض او روداج. يعني بالبداية الوحدة دي عجبتني وعجبني بترونا مثل ما انكم شايفين قدامكم، فحبيت نفذها معكم لبساطتها وسهولتها ولجمالها. السبب الثاني اللي غيابي صبايا هو كان سفري خارج جمهورية مصر العربية. عدنا الآن وإن شاء الله رب العالمين بيسرنا ونعود إلى مواصلة العمل مرة أخرى. بدي بس خلال الفيديو صبايا أعتذر منكم إنه أنا غيرت الموبايل وجبت موبايل على أساس إنه يبقى هاي كواليتي، يعني عالي الجودة. بصراحة اليوم أول فيديو أنا بصور فيه تفاجأت إنه لا الإضاءة عجبتني ولا تقنية الصورة. الجهاز مش رخيص، يعني هو تقريبا قارب على 300 دولار، لكن بصراحة بالتصوير مش مريح، ما بنصحكم فيه. وانا حتلاقوني انه عم بحكي خلال الفيديو انه هذا سامسونج اي 35، بصراحة ما بنصحكم باقتنائه. الوحدة سهلة كتير صبايا، بترونها سهل، ولكن بحاجة بس نركز بالبداية فقط لبين ما نطلع بس من بداية الوحدة. يعني في عندي كم سطر هنا متشابهين، ثم بعدين رح نبتدي بتقنية جديدة. تقنية جديدة رح تكون مكررة حتى نهاية الوحدة. برجع منعيد نفس الكلام صبايا، بذكركم لو عم تشوفوا قناتي لأول مرة نوروني، انزلوا على زر الاشتراك، انضموا لأسرتنا الجميلة في كشكول بسمة، حاولوا تدعمونا وتدعموا بقية القنوات اللي فيها هاند ميد، وقبل ادعموا قنوات اخواتنا في غزة، لعل الله يجعل لهم فرجا ومخرجا بإذن الله. على بركة الله نبتدي، يلا بينا. البداية صبايا إما إنك بتشتغلي حلقة سحرية أو بتشتغلي مثلنا 6 سلاسل، 1 2 3 4 5، أدي 6 إلى الحلقة الأولى، ونقفل بمنزلق. وهذه حلقة البداية، رح نرتفع 3 سلاسل وهي أول عمود. ثم نكمل 4 أعمدة، ثلاثة أربعة. إذن سلسلة الارتفاع 3 أعمدة، صار عندنا 4، عندنا 3 سلاسل مسافة أو بيسموها سلاسل طايرة. ونرجع للحلقة ونشتغل كمان مجموعة من 4 أعمدة. ثلاث سلاسل 1 2 3 ومجموعة ثالثة. ثلاث سلاسل
المجموعة الأخيرة 1، 2، 3، ادي 4. ما بننسى الثلاث سلاسل بتوع الزوايا، 1، 2، 3، الى ثالث سلسلة من سلاسل ارتفاع ونقفل بمنزلقة. هيك نكون اعددنا الحلقة الاولى او الرئيسية. الان بدي ارتفع صباي الى السطر التالي. بصوا علي، بما انه انا قفلت بهاي المنطقة، البعض ممكن ينزلق الى الفراغ الاول. انا ما رح انزلق، رح اعلمكم كيف طريقة انك محل ما بتختمي بتطلعي مرة تانية، رح ادخل الى الفراغ، اشتغل غرزة حشو تعتبر رأس للعمود، ورح ارتفع بسلسلتين، بكون هيك كملت عمود. خليكي معي من فضلك، لما برجع بقفل هنا كملت عمود. الان بدي انتقل الى هذا الفراغ ونعمل صدفة الزاوية، بس في عندي سلسلتي مسافة، ادي 1، 2، حلف وروح الى اول فراغ واشتغل 4 اعمدة، 1، 2، 3، ادي 4، نصف صدفة الزاوية، 3 سلاسل في الوسط، ونعود الى نفس الفراغ ونشتغل كمان 4 اعمدة. اذا هذه الصدفة الاولى. الى الصدفة التالية بمسافة سلسلتين والى الفراغ التالي، وسنكمل الصدفة ب4 اعمدة. وثلاث سلاسل في الوسط، ونعود الى نفس الفراغ للاكمال. هذه الصدفة رقم 2، سلسلتي مسافة ونكمل. ثلاث سلاسل، 4 اعمدة، 2، 3، وهذه 4 سلسلتي مسافة. الآن خلوكم معي بالصدفة الأخيرة من فضلكم اللي نحن ابتدينا فيها صبايا بهذا العمود، 1، 2، 3، 4 أعمدة. حلو الكلام، 3 سلاسل مسافة، 1، 2، 3، ثم يلزمنا طبعا 4 أعمدة، ادي 1، 2، 3. طيب رح اشتغل الرابع، مؤكد لا، لماذا؟ لانه انا اشتغلته بالبداية صبايا، اخذت غرزة حشو وسلسلتين، فبالسلسلة رقم 2 رح ادخل واقفل بمنزلقة، هيك بكون ضم العمود الاول الى باقي الاعمدة، هيك بكون اكملت الصدفة. هيك بكون عنا خلاص السطر الثاني. رح نرتفع الآن للسطر الثالث. لاحظي رح انزلق إلى أول فراغ تشكل معي بمنزلقة، اسحب خيطي واطلع من الحلقة على الإبرة، هيك بكون صرت بأول فراغ، وسأرتفع سلسلتين فقط. لماذا؟ لأنه بدي أشتغل غرزة كلاستر أو حبة الحمص صبايا، وهي فيها بتبقى الأعمدة غير مكتملة. كيف؟ أهو رح أطلع من حلقتين وهذا أول عمود، ثم أشتغل عمود آخر، أطلع من حلقتين وأبقي المرحلة الأخيرة على الإبرة. سلسلة الارتفاع معتبرة عمود، أنا عايزة 5، يبقى 1، 2، 3. رح أدخل كمان، أطلع من حلقتين وأترك حلقة على الإبرة،
اخر عمود اترك حلقة على الابرة، هيك يكون عندي 1 2 3 4 5 اعمدة بلف وبطلع منهم جميعا وبحبسهم بسلسلة، هيك بكون حصلت على غرزة الكلاستر او الحمصة. الان سلسلتي مسافة 1 2 ونروح للصدفة. الصدفة ما بتتغير معنا، بكل مرة رح يكون عنا 4 أعمدة، 3 سلاسل في المنتصف، ثم 4 أعمدة. إذا هاي من المكررات، اللي اشتغلناه الآن صبايا رح نكرره على الـ4 أضلاع. رح يكون عندي كلاستر في الفراغ وصدفة في الزاوية، وما بينهما بيكون دائما في عندي سلسلتي مسافة. رح نكرر الكلاستر مرة أخرى، نلف إلى الفراغ هنا، رح اشتغل عمود بلفة، اطلع من حلقتين واترك الحلقة الاخيرة على الابرة واكرر ذلك 5 مرات. 3 وهذه 4 وهذه 5. رح نلف ونطلع من جميع الحلقات، وقلنا بنقفل بسلسلة، هيك بنكون اشتغلنا حبة الحمص. سلسلتي مسافة ونكرر الصدفة. ما رح هلا اخذ وقتكم صبايا حتى ما يطول عليكم الفيديو. اذا اللي عملناه هنا قلنا رح نكرره في الـ4 أضلاع ونعود لنقفل معه. انا وصلت الان للضلع الرابع والاخير صبايا، سنقفل معا ان شاء الله. رح اشتغل سلسلتي مسافة الان الى غرزة الكلاستر ذات نفسها اللي ابتدينا فيها، رح ندخل فيها ونقفل بمنزلقة، هيك نكون اكملنا الـ4 أضلاع. الى السطر التالي رح انزلق الى هذا الفراغ، ثم رح ارتفع سلسلتين وبرضو رح اشتغل غرزة كلاستر، يعني اطلع من العمود بمرحلة واحدة، اترك المرحلة الاخيرة على الابرة، مجموع اعمدتي 1 2 3 4 5 أعمدة، بطلع منهم جميعا وأقفل. سلسلتي مسافة و إلى الصدفة. من فضلكم صبايا اعذروني الانقطاع الطويل عن التصوير، بقلل الكفاءة. ثم الموبايل الجديد صبايا جبته مخصوص للتصوير، بصراحة ما كتير عجبني، ما زبطت معي إضاءته أو إعدادات الكاميرا، ما كتير مرضي رغم أنه مش رخيص بصراحة. سلسلتي مسافة إلى الفراغ هنا، غرزة كلاستر برضو، نطلع من الجميع نقفل، وسلسلتي مسافة الفراغ التالي كمان كلاستر. اذا خلوكم معي صبايا، السطر القادم هو اللي رح يختلف معي من فضلكم. الى الان احنا كانت البداية اشتغلنا 4 مجموعات، كل مجموعة من 4 أعمدة. السطر التالي اشتغلنا على الصدفات، السطر الثالث اشتغلنا الصدفة داخل الصدفة وكلاستر في الفراغ، السطر الرابع الآن عم بشتغل بكل فراغ غرزة كلاستر أهو. 3 4 آدي 5، نطلع نقفل وسلسلتي مسافة ثم صدفة داخل الصدفة. رح كرر اللي اشتغلته الآن مشان ما يطول عليكم الفيديو. إذا هي عندي صدفة داخل الصدفة، يعني في الزوايا، ثم بيبقى عندي فراغين صبايا، بيشتغل كلاستر أو حبة حمص في كل فراغ. برجع بكرر مرة تانية، هيبقى عندي صدفة هنا، كلاستر في الفراغ، كلاستر في الفراغ وصدفة، وسنكرر حتى نقفل معا. السطر القادم رح يكون مختلف.
انهيت السطر صبايا، رح نقفله مع بعض. ما تنسوا دائما انه في عندي سلسلتي المسافة ثم الى الغرزة الكلاستر يلي ابتدينا فيها بداخل الغرزة ونقفل بمنزلقة. هكذا هيك بكون قفلت السطر. الان رح تكون السطور القادمة مختلفة بس شبه بعضها، يعني التكرار بدءا من السطر القادم بنفس الطريقة صبايا. رح انزلق الى الفراغ اولا. حلو الكلام. اذا هي اخر سطر رح نشتغلناه، في عندي صدفة الزاوية وعندي غرزتين كلاستر في السطر صبايا. هاي شكله، برجع مرة تانية فرجيكم اياه، بقى حلو كتير فيما لو عملته منه مفرش بوحدات متكررة مع التشبيك. الجهة اللي رح نشتغل عليها هنا رح تكمل من بهاي الطريقة صبايا، فرح تعطيني كمان معين بشكل اخر. رح نرتفع بسلسلتين زي العادة وكلاستر. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وسلسلة الارتفاع بقوا خمسة. نطلع من الجميع ونقفل ثم سلسلتين وصدفة ثابتة. يعني بصراحة صبايا أنا غيرت الموبايل على أساس أولا الكواليتي بتاع الكاميرا أعلى، فيها مثبت بصري لحتى ما نعود نشوف الصورة المواضحة، بيصدر الفيديو بتقنية HD يعني الجودة العالية، لكن أنا لما ابتديت الآن صور في الفيديو ما عجبني. ما بنصحكم باقتناء موبايل A35 ابدا ولا تدفعوا ثمنه. سلسلتي مسافة، خليك معي من فضلك، لانه بهذا السطر رح نبدأ التغيير. رح يكون اول فراغ بعد الصدفة دائما كلاستر، اذا هي ثابتة من الثوابت. ثلاثة، اربعة، وهذه خمسة من الكل وسلسلتين. اذا من ثوابت هذه الوحدة صبايا الصدفة ثم غرزة الكلاستر بجانب الصدفة تاني اهو صبايا. هذه الصدفة اهي، وهي غرزة الكلاستر بتبقى ملاصقة للصدفة من على اليمين ومن على الشمال. وين الاختلاف؟ رح يكون في منطقة الوسط. اذا الفراغ الان الاول اللي بين الكلاستر دول واحد واثنين، رح ندخل ونشتغل فيها ثلاث اعمدة بلفة. واحد، اثنين، ثلاثة، ده حسب البترون، حسب البترون ثلاث اعمدة. انا هنا صبايا ابتديت باربعة اعمدة ثم سلسلتين. نرجع هون قربنا على الصدف الى الفراغ اللي جنبه، فاذا بيكون بالفراغ عندي كلاستر. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نطلع من الكل ونقفل وسلسلتين وندخل على الصدفة. ثلاثة، الصدفة، أربع أعمدة بثلاث سلاسل ثم أربع أعمدة. سلسلتي مسافة، الفراغ الأول كلاستر لأنه ملاصق للصدفة، كررناها اهم صبايا. ثلاثة، أربعة،
وهذه الخامسة، واطلعي من الكل واقفلي. ثم سلسلتي مسافة، الآن ندخل على الفراغ ما بين الكلاستر، راح اشتغل 3 أعمدة، 1 2 3، 3 أعمدة مكتملة زي الجراني صبايا. ثم سلسلتين، ثم كلاستر، ثم صدفة. هذا سنكرر صبايا حتى نقفل بنهاية السطر. أنهيت السطر صبايا ورح نقفل مع بعض. ما تنسوا، برجع بذكركم بسلسلتي المسافة إلى الكلاستر الأولى اللي ابتدينا فيه أهو، ندخل ونقفل بمنزلقة. هيك بتكون اكتملت معنا الأضلاع، كل ضلع فيه صدفة في أوله، صدفة في نهايته. عندي 2 كلاستر ملاصقين للصدفات، بالنص عندي 3 أعمدة. الآن هذا السطر رح يختلف عما سبق، لكن سيتكرر لاحقا حتى توصلي لمساحة الوحدة اللي انت بدك اياها. ننزلق إلى الفراغ، إلى الثابت الأول يلي هو دائما عندي كلاستر لصق الصدفة. 1 2 3 4، وسلسلتي الارتفاع بقوا 5، بنطلع منها الكل ونقفل. خلاص اهو سلسلتي مسافة ثابتة من الثوابت الاخرى اللي هي صدفة الزاوية. 4 أعمدة، ثلاث سلاسل مسافة في الوسط، 1 2 3 و4 أعمدة في نفس المكان. تمام، سلسلتي مسافة، وكالعادة ملاصق للصدفة عندي غرزة كلاستر، يعني عندي 5 أعمدة غير مكتملين. 3، ادي 4 5، ونطلع من الكل ونقفل. سلسلتي مسافة. الآن خليكي معي من فضلك، لأنه اللي رح أشتغله الآن رح يتكرر في السطور القادمة. احنا عندي هون 3 أعمدة صبايا اهي، والفراغ اللي قبله رح ادخل على الفراغ اللي قبله واشتغل 3 أعمدة كمان. 1 2، وادي 3. الآن 3 أعمدة يلي هن بالأساس اوريدي مشغولين صبايا، رح اترك العمود الأول الملاصق للـ3 أعمدة، ادخل على الثاني هنا واشتغل عمود، ثم اللي بعده عمود، يعني 3 أعمدة أنا اشتغلت فيهم عمودين فقط اهي. ثم إلى الفراغ التالي و3 أعمدة، ده هيبقى مكرر حتى نهاية الوحدة. فأنت لو عم تعمليها مسند خددية أو كوشن مثل ما عم بيسموه الآن، رح تكرري نفس اللي أنا عملته الآن. الأعمدة دي تشتغلي عمود بكل عمود مع اهمال العمود الاول والفراغ اللي قبله وبعدها، بتشتغلي فيها 3 أعمدة. راح نكرر 1 2، الان دخلنا على الصدفة والفراغ اللي قبله، اذا كلاستر 3 4، ادي 5 من الكل ونقفل. سلسلتين وصدفة داخل الصدفة وكلاستر، رح اشتغلهم وارجع لكم سبق. انهيت ودخلت على الضلع الاخر اللي رح كرر فيه نفس الكلام صبايا. كلاستر اهو، سلسلتي مسافة ما بننساهم، الفراغ الاول اللي قبل 3 أعمدة رح نشتغل فيه 3 أعمدة. 1 2، وادي 3. 3 أعمدة رح نهمل فيها العمود الأول وإلى العمود رقم 2، ورح اشتغل عمود اللي بعده كمان عمود، ثم إلى الفراغ التالي ونشتغل 3 أعمدة. إذا هذا هو العمل المكرر. سلسلتي مسافة،
ورح ندخل على الفراغ اللي ما قبل الصدفة نشتغل فيه كلاستر. نطلع من الكل ونقفل سلسلتين. اللي اشتغلناه الآن صبايا رح نكرره: صدفة في كل صدفة، كلاستر ملاصق للصدفة، ثلاث أعمدة في الفراغ الذي يسبق الثلاث أعمدة المفردة دول، عمودين في الثلاث أعمدة دول بهمل الأول وعمودين ثم ثلاثة سأكمل ونقفل معا. وصلت لنهاية السطر صبايا أو دوران المربع. تاني بقول لا تنسي سلسلتي المسافة إلى غرزة الكلاستر، نقفل بمنزلقة ثم ننزلق إلى الفراغ الذي يليها. صرنا الآن جنب الصدفة، فإذا مؤكد عندي غرزة كلاستر، أربع أعمدة غير مكتملين وسلسلة الارتفاع بطلع منهم كلهم، بقفل وسلسلتين. رح اشتغل بعد الصدفة وادخل على الفراغ اشتغل كلاستر ونكمل معا. انهيت الصدفة والكلاستر صبايا، خلص حكينا عن الثوابت يلي متكررة بهي الوحدة. الان وين صرنا؟ بمنطقة الوسط يلي عم تتزايد فيها الاعمدة، الفراغ اللي ما بين الكلاستر الاولى اهو، هاي الكلاستر الاولى والكلاستر الاخيرة عندي منطقة الاعمدة. الان رح ادخل على الفراغ اللي قبله واشتغل كمان ثلاث اعمدة وهذا مكرر. ادينا حكينا الثوابت كلها صبايا، ثلاث اعمدة هن مصدر التزايد، عمود في كل عمود من كل مجموعة هذه الاعمدة ما عدا العمود الاول. يعني رح نهمل العمود الاول ونشتغل عمود في كل عمود. البترون رح احط لكم اياه باخر الفيديو يا حلوات. برجع بقول لك الوحده سهله كتير ولكن مميزه، ممكن جدا نعمل فيها مفارش سرير تبقى حلوه. الان دخلنا على الفراغ اللي بعد الاعمده، معناها عندي ثلاث اعمده تزايد. خلصت معنا هاي المنطقة اللي رح تبتدي تزيد معنا في كل سطر، رح تشكل لي مثل الهرم يحيط فيها. لاحظي غرزة الكلاستر عاملة مثل التاج حواليها. اذا هلأ عندي سلسلتي مسافة ثم كلاستر ثم صدفة ثم نكرر. خمسة وسلسلتين وصدف. هذا التكرار صبايا مثل ما قلت لكم برجع بعيد، بيكون حتى توصلي لمساحة الوحدة اللي بدك اياها لو انت شغالي عليها وحدة واحدة. لكن اذا انت بدك تعملي مفرش وحدات بامكانك انت تختاري بقى مساحة الوحدة اللي بدك اياها، يعني ممكن تكون اكبر من كده ممكن تكون اصغر من ذلك، ثم تعملي على تشبيك الوحدات. بإمكانك تعملي التشبيك أثناء العمل. إذا عجبتكم الوحدة الصبايا قولوا لي لحتى إن شاء الله نعمل فيديو للتشبيك. إلى هنا الصبايا نكون وصلنا لنهاية الفيديو مثل ما قلتكم، لأنه دخلنا أهو بالتكرار شكل الوحدة بالخيط اللي أدخن. طبعا حلو هذا خيط برينسيس سوفتي صبايا، حلو بهذا الشغل، الغرزة فيه بارزة ومميزة، بإمكانك كمان تعمليها جانجا. ألتقيكم إن شاء الله وإن كان في العمر بقية في فيديوهات قادمة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.